الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الطريق إلى النصر، أو كما يقول الثوار، هو طريق الوصول إلى دمشق، آخر معاقل النظام. الله أكبر. لواء الإسلام اتبع سياسة للوصول إلى مبتغى السوريين، والتي تمثل بضرب القوى المحيطة بالعاصمة. آخر المعارك كانت في الموقع 533، والتي تسمى قاعدة الجيش العربي السوري، والمستودعات 542. تحتوي بين أسوارها شبيحة يقومون بأعمال الخطف والإعدامات الميدانية. ومعنا الآن قائد العملية. الحمد لله رب العالمين، تم تحريرها. كان في 3 دبابات، لما نعرفوا حاصروا تمام سحبوهم وتخلوا عنهم، يعني انه تخلوا عنهم كلهم الجنود، وهذا هم يعني هاي جنود الأسد، وهذه أسلحتهم وهذه بناؤهم، أصبحت غنائم لنا. لواء الإسلام حاصر الموقع واعتلى قناصوه الأبنية المحيطة لشل حركة الشبيحة. دارت المعارك يومان، سحق فيها لواء الإسلام القوات الموجودة في تلك الكتائب والمستودعات، إضافة إلى ما أرسل إليها من مؤازرات ومدد. قصف النظام كعادته قواته وقوات لواء الإسلام بصواريخ مقاتلات الميج التي لم تتوارى عن الأنظار، ودخلت قوات لواء الإسلام لتلك الكتائب فاتحين، فنكسوا أعلام البعث وبسطوا سيطرتهم على الموقع، فتم اغتنام الآليات والمدرعات وأسلحة خفيفة وذخائر ووثائق عسكرية تدين نظام البعث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وتم السيطرة على معظم تراب الريف، وبدت معارك دمشق قيد رمح. عاصمة الأمويين دمشق.